السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم ماجد عبد الله aka Soul Guy من منتديات CE for Arab و ADSL Gate ومنتدى إنجليزي whatmobile.net. أنصحكم فيه، اللي بيدور على معلومات عن الجوالات وكل شيء بيلاقيه هناك بكثرة. جاي لكم بعد ما طبعا زرنا فرع نوكيا وجاني اتصال من نوكيا بخصوص أنه وصل الجهاز النوكيا N9، والجوال هذا اللي معاي اليوم عبارة عن 64 جيجا، واليوم اللي هو كم 12 الشهر 12 أكتوبر 2011، وهذا جوال ال N9. طبعا اسمحوا لي معلش، بس لأنه يد واحدة وماسك الكاميرا باليد الثانية، وهذا أول unboxing فما هي بخبراتي، فلو طولوا بالكم معي شوي أكون شاكر لكم. طيب، وهذا الجهاز النوكيا N9 الجديد 64 جيجا. طبعا 64 جيجا ما يجيك إلا باللون الأسود، والحمد لله هو أفضل الألوان بالنسبة لي، فما أثر في فكرة شراء هذا اللون أبدا أو السعة التخزينية. هذا الأسود 64 جيجا، الألوان الثانية الأزرق والزهري تقريبا، وكمان الأسود بيجوا بمقاسات 16 جيجا. بالنسبة للسعر نحطه شوي على الجنب. بالنسبة للسعر، هذا نوكيا، فرع نوكيا في مجمع العرب، والفاتورة هذه قدامكم شوي الأوتوفوكس ما هو مجمع الجالكسي S2. المبلغ 2699 ريال لل 64 جيجا، وعبارة عن 2399 ريال لل 16 جيجا. واللي سمعته كمان في الإمارات إذا ما خاب ظني أرخص بشوي، لأنه بالإمارات عندهم ال 16 جيجا ب 2250 درهم أو 49 درهم، وبعض المحلات 2299، يعني حوالين 100 ريال أقل من عندنا. أوكي، نشوف إيش بقية الأغراض الموجودة في العلبة. هذه الشنطة يعطيهم العافية نوكيا، يعني وفروا لنا شنطة متناسقة مع نفس لون الجوال، يعني إذا أنك أخذت جوال لونه أزرق بيطلع لك شنطة زرقاء، زهري زهري، وأكيد مستقبليا وهذا شيء أنا متحمس له نلاقي ألوان ثانية، يصير واحد فينا يقدر يجرب اللون الأبيض الأحمر اللون اللي يناسبه. أوكي، حلو مسكته، مش السيليكون هذاك اللي يجيك مره ربري، ولا انه السيليكون القاسي، بينهم اتوقع معقول جدا. حط على الجنب. وهذا الكتيبات، كتيب الظاهر هذا، لا والله حتى هذا بالعربي. اوكي، عرض معلومات حول الهاتف كل شيء، وطبعا عندك الدليل السريع من نوكيا، وعندك بقيه الأغراض عاد الشاحن، السماعة ووصلة الكيبل، ولا هو بصح الأدابتر حق الشاحن والكيبل اللي USB، وسماعة الإذن إذا حبيت تشوف سماعة الإذن تفضلوا، بس لأنه هذه الأشياء عادة أنا ما أفكها من الجوال ما استعملها. شكلها أوكي. توقع لو عندك سماعات ثانية حقتك الخاصة Beats by Dre مثلا، أنا شخصيا أفضلها. فكان ودي ابدا بتشغيل الجهاز وكل شيء، ولكن لانه الريفيو هذا مسويه بالانجليزي وبالعربي، فيعني اضطرينا نقفل ونفك مره ثانيه من جديد. بس ان شاء الله بقى ما العب الجوال شوي اعطيكم فيدباك كامل بمشيئه الله. بس للان اخوكم ماجد عبد الله aka Soul Guy again منتديات CE for Arab و ADSL Gate whatmobile.net. هذه المنتديات انصح فيها جدا، وإذا حبيت تسوي لأخوكم السعودي خدمة فادعمونا. إذا أنكم بالسعودية أكيد شفتوا الإعلانات حق الشركة هذه تريفا، وبين الطعم وتوفير تريفا عندها الحل. وزي ما قلت لكم هذا أول أنبوكسنج لي، وقلنا ليش ما نسوي دعاية للبراند اللي أنا شغال عليه. فيعطيكم العافية، منتجاتنا رائعة، أسعارها متناول الجميع إن شاء الله، والطعم إن شاء الله لا يعلى عليه. فيعطيكم العافية، أخوكم ماجد عبد الله، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.